صحا مرت عمي، اهلا وسهلا. والله بصحة ترفع سلم ايديك. الله لا يجيبك، ما بتيجي الا بتجيبي وجعة الراس معك يا بومه. قلم حقها يما، والله اخوك راح عالديزني مول عاملين سيل 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 من الاخر، شرالك بدلي بس ب 200 ليره، اما شو لابسته لبس مع السيل و200 ليره، هذا كيف لو بدون سيل؟ بعدين ابنك قصير فسفس، هي بتلبك له البدلات هالازعار. تاخذي اولادك وبتروح بتكسيهم من الديزني مول، كل شيء عندهم، والله كل شيء عندهم بجننوا. انا حاسه حالي قاعد على مسمار، شكله في الكنباي. خلص يما ولا يهمك. وانتي شو دخلك؟ انتي شو دخلك؟ ان شاء الله بدي اشتري لهم من البالي. خلص الليله في شر، في شر على موضوع ديزني مول، ان شاء الله بدي احرق الدار حرق، حرق بدي احرقها. سنة تغلبيش حالك، لا تعملي كعك ولا تعملي معمول ولا هالقصه كلها. بالمول بالطابق الارضي في عندك محل حلو بيشحي، والله بتدوب بتمك دوب يما. بتعرفي يما مزبوط، اصلا هاي السنه انا مش فاضيه وتعبانه اقعد اسوي كعك ومعمول. خد لك الحلو، بده يطلع علينا 500 ليرة، كنت اجيب لها كيلو طمر لهالهبلة وكية جوز، يطلع علينا ب 12 ليرة مع الكهرباء، يعني ابو ليرة تقريبا الكهرباء. هلا بدنا ننط ال 1000 ليرة. مش قلت لكم بدي احرق الدار ولا بنا العن ابو هيل هالليلة؟ بتعرفي يما مفكرة اطرش البيت قبل العيد. من الاخر جبتيها بدها تراش الدار الأماني، من مرة طارشة طارشة ومنطفة منطفة غير طقم الصالون، هي خلص والله يما اروح. وبتجيبي كمان طاولة سفرة جديدة، طاولتك الخلخلة. أنا ولعت معي رسمي، مالك ومال الصالون، ماله الصالون اللي عندنا ماله؟ ولا ليش طاولة السفرة وإحنا أصلا نستحملها بنوكل على الأرض؟ شو جابك عندنا؟ خلاص روحي روحي عند ولادك يلعن أبو الفقر، ينعن أبو الفقر لو عرفت أن الفقرة رجلا لخلعته موس كباس وموس لخلعته سطور. ولك خلاص روحي روحي من هنا، تجيش عنا، خليك عند ولادك، روحي روحي. يلا ستاند اب ستاند اب جو اوت. خلاص انا طول عمري بقول انه هذا الولد مريض نفسيا. شو حكيت علي براسي؟ والله ولا شيء. ولا شيء ما قلتيش، هذا الولد طول عمره مريض نفسيا. وانت ما حكيتش براسك اني بومه؟